يلا بينا. شوف يا شباب، هنطلع الجيم ده مركز عدل ولا زي الجيمات اللي فاتت؟ شو انا بقى اللي هنقلكم المكان اللي هننزل فيه. انا دايما في السيزونات اللي فاتت كنت انا اللي بلاقي الناس، ساعات كنا بنطلع اول وساعات كنا بنطلع اخير وساعات يعني كده، بس كنا بنطلع اول، ساعات بنطلع اول. ايوه احنا بقى بننزل ولا اختيارات عمار ولا مره طلعنا الاول. انا ولا مره نزلت مع عمار. يلا يلا عايزين نفوز. المهم بس يلا انزل ورا مركز معايا مش هيكسب يا عم. ايه ده مركز الاول؟ والله ما عارف ليه. لا في مرة انا وعمار دخلنا ديو طلعنا الاخير 50، ما تسألنيش ازاي. لا عليكم يا شباب، انا اللي معاك. ايه انتوا هتنزلوني بالعافية معاكم؟ شو انا اصلا ما كنتش عاوز انزل هنا، بس انتوا اللي اجبرتوني. شو انا لو عليا اروح البنزينه اللي في اخر الماب ولا اني انزل معاكم، بس كان لازم انزل معاكم عشان انا ويوسف لازم ننزل في نفس الوقت. مع السلامة عمار. ايه ده يا حبيبي في السلاح ده، خدي انا بتعرف نعمل القصف. خدي معايا ليه؟ معاك يا هاتي بقى. والله الراجل يا ماما انا وانا صرت فين؟ ايه ده سلام عليكم. انا مش السي فور ده تشيل. شوف عمار، شوف المكان اللي فيه. اهو يلا الراجل يجي حتى لو بتبص على نفسك. ايه ده؟ شوف الراجل حاولي يلا انا خبطت اللي بتبص. في حد بيجري. ده انا وعمار دلوقتي عمالين نموت يا جماعه. عمار تعال الحقني. عمار تعال الحقني يا عمار تعال الحقني، انا عمال اموت يا عمار. يا ابني انا تحت. عمارة طيب انا استنى، في حاجة فوق هتقتلك. بس
بين كارتي انا ويحيى. طيب مش نفرع على موت. مضعت الملاعب. خد كارتي، خد كارتي انا ويحيى بقى. شوف تعالى تعالى نروح لهم وبعدين يبقى نفتح الخزنة. طب طلعونا الأول بعدين نفتح الخزنة. شو أنا جاي لكم. آه لم تظبط معنا. طيب اطلعوا من أيوة بس قبلي أنت مش شايف. لا ما أنا قلت اطلعوا أسهل على الفضاء على طول. أمور حاري. أيوة أنا بعمل كده كويس. لا لا انا كنت جاي الحقكم بقى. ايه ده؟ ايه ده حالي كتير كده؟ اطلعوا اللوبي يلا اطلعوا. يلا سلام.